يا جميل، القمر رايح فين؟ انت عبيط يا، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ بصراحة أنا أول ما شفتك بتعبط أكتر، وأنت رايحة فين؟ تخلي في داهية. طب خدي طيب كلمني يا عم. غرفة داهية بقى. غرفة داهية؟ على فكرة مفيش أي حد في المنطقة يا عم غور من وشي عشان ما أعملكش مشكلة على الصبح. ايه ده؟ ايه ده؟ شفت الواد اللي غرفت ده؟ تعال نروح للواد ده. يا عم اهدى بس، تروح فين يا عم؟ ايه؟ لما نطلع التليفون ونصور ده يبقى ترند. طلع تليفونك يا عم بس انجز. تصدق والله فكرة يا أحمد. ايه الاستهبال ده؟ انت زودتها قوي، انا سايبه لك الطريق كله وراجع. راجع راحه فين بس؟ خدها اقول لك. طيب يا بنت انت دخلت دماغي، يعني مش هحل. لا بس بقول لك ايه، الواد ده قلبه جامد ان يعمل حاجه زي كده في الشارع. ايه يا عم الشارع فاضي مفيش الا احنا، واحنا بنصور يا عم احمد. ركز بس كده عشان تطلع فيديو حلو. يا انا زهقت. في ايه؟ تزهق ايه؟ تعالى بس معايا والله. حاجه لا قوه الا بالله. اسمع اللي بقول لك عليه يا عم. بقول لك ايه، خاف على نفسك. يا شبح انت وهو قافي. يا شبح فين؟ يا شبح انت وهو. متخافش يا صاحبي، احنا معاك، ولو احتاج اي مساعده احنا موجودين. ماشي يا حبيبي، ماشي يا عم الناس، صور براحتك معاك الراحه. ايه التخلف ده؟ هو ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا مع بعض بقى يا بنت؟ في ايه؟ ما اشوفه. ايه شغل الصايع ده؟ جاي معايا يعني بمعنى صح كده، يا تيجي معايا بالذوق. انت شكلك شارب حاجه يا عم. يا بنت بقول لك ايه، يا عم غور من وش. انا مش هحلك، انت دخلت دماغي خلاص، عششت جوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بص بقى، يا تيجي معايا يا اما ندهلهم ونونس بعدنا في الطريق، ولا انت ايه رايك؟ ايه شغل الصايع والسرسجيه ده؟ استغفر الله العظيم، هو ايه اللي احنا بس بنعمله ده؟ ده فريده، فريده خد يا فريده. نعم. رايحه فين يا حبيبتي؟ انا رايحه عند خالو احمد. طب بقول لك يا حبيبتي، في واحده هناك واقفه عايزك تروحي تنادي لها وتقول لها يا ماما. ما انا ماما في البيت. معلش يا حبيبتي بس اسمعي الكلام بس وقولي لها كده. يلا يا حبيبتي. شاطره يا فريده. قلت ايه طيب؟ شباب كده كتير في الشارع. عاجبك كده؟ اديك خوفت بنتي. يا بنتك دي وابوها لو عرف حاجه مش هيسيبك في حالك. اديني شرق بقى. انا مش هديني شرق. يلا يا حبيبتي مين اهو. بص بقى عشان البت ما تعيطش بقى. يا عم اوعى بقى، ما تخوفش البت. ما تخافيش يا حبيبتي انا معاكي. فريده بنت اختي وبتنده لها يا ماما؟ يعني دي اختي؟ بس ايه اللي ملبسها ومنزلها شرح كده؟ هو ده بقى الترند الصح يا احمد. ايه حلوه. بقول لك يلا خد من هنا. يلا ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يلا يلا. فيه ايه؟ ما انت كنت حلو بتصور من شويه. يا عم بقول لك يلا خد من هنا. ماشي ماشي يا حلو يا بتاع التصوير. طب غور بقى. ايه ده؟ انت مين؟ انت يا فريده اللي جابك هنا وبتقولي لها يا ماما ليه؟ انا اقول لك يا خالي. خد يا فريده. رايحه فين يا حبيبتي؟ رايحه عند خالو احمد. طب بقول لك يا حبيبتي، في واحده هناك واقفه عايزك تروحي تنادي لها وتقولي لها يا ماما. ما انا ماما في البيت. معلش يا حبيبتي بس اسمعي الكلام بس وقولي لي كده. يلا يا حبيبتي. شاطر يا فريد. هو ده اللي حصل يا خالو. يوه طب خلاص يا حبيبتي يلا يلا. ايه ده؟ يعني انت ما جيتش وواقف من بعيد عمال تصور وشايف الحوار كله وما جيتش غير لما كنت فاكر ان اختك بس عشان قريبتك، جيت واتدخلت؟ غير كده خلاص انت مالكش دعوه؟ الناس بقى يجرالها اللي يجرالها، الناس تاذيها تولع فيها تضايقها عادي بالنسبه لك؟ يا عم اعتبر ان اختك ولا واحده من باقي اهلك. خلاص يا استاذه بقى، انا عرفت غلط وحقك عليا، وده درس يعلم الواحد. معلش سامحيني. حق ايه وزفت ايه يا عم؟ ايه ده؟ يلا كده يا صاحبي تعملها فيا؟ يا ريت يا احمد، احنا واقفين كده ملناش اي لازمه، والبنت هو الواد بيرخم عليها، وبعدين انت كنت حابب الترند، اديك انت طلعت احسن ترند يا عم، انت الشهم ابن البلد. عندك حق يا عم ده، والواحد اتعلم من الموقف ده. يلا 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 يا فريد. شكرا يا فريده.